انت مين؟ انا اسمي عمرو يا دكتور. ما وبعد تقولش، المعمول ما ايه؟ تقولش يا عمرو مين، ما تقولش لا لا باقي انت، وما تقولش انت فين. انا لا هقول بعد ما نخلص الحلقه، هبلغ عنك بعد ما اخلص الحلقه. عادي يا دكتور، ما بتخافش يا دكتور، يعني احنا الحمد لله بقوة ربنا ما بتخافش خالص. اتفضل يا عمرو، اتفضل يا فندم. انا اسمي عمرو، طبعا بعد المعمودية اسمه مارك. اول نقطة انا هتكلم على كذا نقطة النهاردة، بس هي اول نقطة هتكلم عليها انا عرفت ازاي ربنا، ده اول نقطة انا هتكلم تفضل يا عليها. طبعا انا كنت انسان عادي، اللي هو عايش حياة شاب عادي، عايش حياته اللي هو دراسته وشغله وقعدته مع اصحابه، وبرضه كنت بقدس حتة الصلاة دي جامد قوي. كنت لازم ان انا ايه اصلي في الجامع، دي حاجة اساسية، وبالذات جت عليا وقت كده اهو ايام تالتة اعدادي دي. ساعتها انا كنت كل يوم يا دكتور، يعني ظهر عصر مغرب عشاء فجر، كنت بنزل اجري على طول على، يعني في واحد كده هو كان ماسك مفتاح الجامع، كنت اجري عليه كده اهو من غير ذكر اسامي، كنت اقول له هات المفتاح واطلع اجري على طول على الجامع عشان اروح اصلي. كنت باخد وقتي كله في الجامع وانا قاعد على طول بصلي. كانت النقطة الوحيدة يا دكتور اللي انا اصلا يعني من ضمن النقطة بتاعتي اللي أنا كنت عايز أول نقطة بس أتكلم فيها، إن أنا أصلا ما كنتش بتكلم مع حد مسيحيين خالص. يعني أنا ما كنتش أعرف حد مسيحي خالص، ما بتكلمش مع حد مسيحيين خالص، ما أعرفش أي حد ليه أصحاب مسيحيين ولا أي حاجة خالص يا دكتور. يعني كنت بعيد خالص عن حاجة اسمها مسيحية دي خالص يا دكتور. ولو في واحد بالصدفة قابلته مسيحي ما بتكلمش معاه خالص، لو قعد حتى في وسط أصحابي ولا حاجة ما بتكلمش معاه خالص. يعني انا عمري في حياتي ما لقيت واحد صاحب مسيحي اصلا. فيعني كنت لدرجه ان انا ايه بكرههم، لدرجه ان وصلت ان انا كنت بقرف يعني اكل لب من مقله مسيحيه، مقله لب مسيحيه بقرف ان انا اكل منها. يعني كنت بقرف منهم. يعني حصلت برضو معايا مشكله كده، نقطه كده، وانا كنت في مركز في درس كده وبحضره، كان جنبيا جه واد كده قعد جنبيا مسيحي. فالشخصية دي يا دكتور أنا جيت الواد الأول معاه قعد جنبيا، رحت باصص له كده أهو، رحت له طرق. الكلام ده أنا بتكلم فيه يا دكتور وأنا كنت في ابتدائي، لا موقف، وأنا في ستة ابتدائي ولا في خمسة ابتدائي، أنا ايوه يا فاكره ابني، لحد دلوقتي. انا عارف يا ابني. كنت قاعد جنبه يا دكتور، أول ما جه قعد جنبي رحت باصص له كده أهو، رحت له طرق أنت مسيحي؟ فراح قال لي ايوه مسيحي. وبيرد عليا عادي ايوه انا مسيحي. فرحت قلت له، طب قوم من جنبي، انا ما بقعدش جنب مسيحيين. قال لي يعني ايه ما بتقعدش جنب مسيحيين؟ قلت له ما بقعدش جنب مسيحيين، قوم من جنبي، انتوا معفنين، انتوا نكسين، انتوا مش عارف ايه. وفضلت بقى ايه اقول له كلام كتير. فراح جه بيقول لي وحام من جنبي. ساعتها الواد ضايق جدا، وحام من جنبي نزل اشتكى للمدرس ساعتها. وحجي قال له عمرو بيقول ان انا واحد اثنين ثلاثة اربعة، ان انا نجس وان انا مسيحي ومش عارف ايه. وامه جت ساعتها وحصلت مشكلة ساعتها في الدرس ده، في اليوم ده حصل مشكلة جدا. حتى اتصلوا بوالدتي ساعتها وقالوا لها تعالي يا ام عمرو قال واحد اثنين ثلاثة لزميله مسيحي، والواد لسه اول يوم يجي وكده. فراح جت قالت لهم معلش وعايز صغير ومش فاهم ومش عارف ايه. وبعد ما خرجت من الدرس راحت امي قالت لي يعني انت مش طايقهم وقرفان منه، يا عم ما تتكلمش معاه، قوم من جنبه اقعد في حته ورا. يعني بس هو يستاهل، انا يعني قالت لي هو يستاهل، اصلا هم اصلا بيسمع ريحته معفنه. قلت له يا مود ريحته معفنه قوي يا ماما، اقعد جنبه ازاي انا ده؟ فراحت قالت لي معلش، بس كنت برضو ايه يعني عادي بقى، فاهم ازاي؟ يعني بس ما كنتش قلت له الكلام ده كده اهو، هتجيب لها الكلام. المهم بعد كده يا دكتور رحت جيت اشتغلت وكده. فاشتغلت في كافيه، وفي نفس الوقت في اكل وكده الكافيه. انت ف متخرج، انت متخرج من شهادة، متخرج من جامعة تجارة يا دكتور. كلية التجارة. تمام يا دكتور. تمام. كنت شغال في كافيه يا دكتور، و جه اشتغل معايا واحد مسيحي من غير ذكر اسامه برضه، جه اشتغل معايا.
فالكافيه ده كنت مسيحي يعني، ده قبل ما يبقى بعد كده يعني، دلوقتي بقى صاحبي جدا، بقى صاحبي صاحبي جامد. قبليها كنت بقرف ان انا اكل معاه، كنت بقرف ان انا اقعد معاه، يعني اخره بتعامل معاه في حدود الشغل بس، حدود الشغل بس، اكتر من كده ما بتعاملش معاه خالص، يعني هو حته الشغل بس، ان انا اقعد اكل معاه لا، دي مستحيل، كنت بقرف جدا. تمام اوكي. بعد كده رحت جيت يا دكتور صاحبي ده بقى، لما قعدت معاه وقت طويل كانوا عندي في الشغل ماسكينه على طول بيهزقوه، يعني كانوا بيفضلوا يقولوا له كلام وحش جدا، الكلام طبعا اللي بيتقال كمسلمين بيقولوه ده على طول. فبعد كده قام جه واحد بيقول له ايه، يقول له يا بطرس، هو اسمه بطرس، مش هو طبعا اسمه الحقيقي، فهو جه قال له يا بطرس دلوقتي، يا بطرس انت حضرتك دلوقتي انتوا اصلا انتوا بتعبدوا ثلاثة. فراح رد عليه، فراح جه قال له ايه، فراح جه قال له لا احنا ما بنعبدش ثلاثة. فراح رد قال له لا انتوا بتعبدوا ثلاثة، ده شخص شغال معانا. فراح جه قال له لا احنا ما بنعبدش ثلاثة، مين اللي قال لك كده؟ راح جه قال له لا الكتاب عندكم بيقول كده. راح جه قال له هات لي كلمة واحدة بتقول ان احنا بنعبد ثلاثة، احنا كنا بنقول بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، يعني هو واحد امين. قال له لا انتوا بتعبدوا ثلاثة، وانتوا ازاي بتقولوا ان ربنا مخلف؟ يا عمرو، يا عمرو، ايوه يا انا دكتور، عارف عندك ديتيل، عندك تفاصيل كتيره، بس انا عايز ادخل للخلاصه، الاختصار. النقط اللي تمام خبطت على قلبك وخلتك تبقى مسيحي، النقط، تمام اختارها يا دكتور. عشان عندنا كلام كتير عايز اسمعه منك. انا اللي خلاني يا دكتور اني ابدا اركز مع صاحبي بيتر ده، وفي المواضيع كده وفي الديانه المسيحيه، ان هو كان عندنا واحد مسيحي وبقى مسلم، وساعتها ما كنتش مصدق الموضوع ده. لما وراني الشخص ساعتها وشفت الشخص وجي دخل الكافيه وقعد كده قدامي انا وبيتر، راح جاي بيقول للبيتر على فكره انت هتخش النار، كلكم داخلين النار، انتوا الانجيل ده غلط خالص. فده استغربت له، فرحت انا قلت له هو انت بقيت مسلم ليه؟ فانا بقول له ليه؟ يعني ايه يعني؟ لا. فراح جه قال لك الدين كله غلط وبلاش اتكلم فيه برضه عشان اخونا بطرس وكده، فبلاش اتكلم فيه. فهو بس انا عاوز اقول له بس معلومه واحده، ان هو على فكره دينه كله غلط. بعد كده اكتشف ان الشخص ده الحكومه حامياه، تمام، قاعد في المنطقه مغير اوراقه، مغير حاجته كلها، حياته كلها مستقره، حياته كلها سليمه، مفيش اي حاجه. فاستغربت فقلت اشمعنى كده؟ ده لو واحد مسلم عمل كده ده ممكن يموت فيها، يتقتل فيها، ازاي ده واخد حريته؟ ابتدى بقى دماغي بقى تشت معايا، يعني ابدا بقى افكر كده اهو. فبعد كده فبيتر ده لما اتصحبت عليه كتير جدا، فاول مره دخلت معاه الكنيسه يوم عيد ميلاده، كانت اول مره اخش فيها كنيسه، كان يوم عيد ميلاده كان عامله في كنيسه، دخلت فيها الكنيسه. دخلت بقى طبعا من كتر الفكر اللي انا عمال اسمعه بقى، ان هم بيبوسوا بعض في الكنيسه ومش عارفه ايه وبيعملوا ايه، فدخلت لقيت الناس عادي، ناس طبيعيه عادي، ناس قاعده في الكنيسه عادي، ناس داخله تصلي، الكنيسه فيها راحه نفسيه. انا فعلا لما دخلتها اول يوم انا حسيت براحه نفسيه يا دكتور. تاني مره لما دخلتها مع صاحبي تاني مره، ودي اكتر مره فعلا يعني لمست جوايا جدا قوي، لما دخلت في سهره كياحك يا دكتور، دي تاني مره كنت اخش فيها الكنيسه، دخلت حضرت صلاه مع صحابي في سهره كياحك، يعني انا داخل الكنيسه عادي اقعد معاهم جوه، هما بيخشوا يقعدوا بيحضروا السهره وشويه بيقعدوا بره في الكنيسه بره، فدخلت احضر معاهم السهره، يعني انا حبيت، انا اللي قلت لهم انا عايز اخش احضر السهره معاكم، السهره دي الصلاه دي، فهم قالوا لي تعالى. فدخلت في يعني في توقيت ايام زي دي كده اهو، فدخلت ودخلوني وحضرت سهره كياك، فعلا في لحظه يعني حته كده لمستني كده، فعلا حسيت براحه نفسيه، مش زي ان انا بخش اصلي في الجامع، لا يعني الجامع بحس ان انا بقضي واجب، يعني لازم انا اخش اصلي الفرض ده واجب لازم اقضيه، لا هي لما دخلت حسيت براحه كده نفسيه جوايا كده، حصلت كده اهو، لمست كده جوايا كده اهو، حاسس براحه نفسيه كده وهدوء وسكينه.